متعودين عليه ان هو دايما بيطلع نجوم كتير، بالظبط. مش يعني السنه دي ممكن يطلع لك 4 نجوم، لا السنه اللي جايه ممكن يطلع لك 10 نجوم، مش 4 نجوم. فاعتقد هو لو في رقم كويس، وزي ما حضرتك قلت ان هو يعني، انا بقول الدوري السعودي ده دوري محترم جدا ودوري قوي، ليه لا؟ ما نسيب اللعيبه تطلع يعني. انا بس بحاول يعني اخد وجهتين النظر، ان في وجهه نظر تانية ودي بتاعت يعني شعب اسماعيليه وجمهور النادي الاسماعيلي. ده جمهور، ده عشان بيحب ناديه يعني، هو راجل عايز مصلحه ناديه بس. لكن انت لما تيجي تفكر علميا وصحيا وكل حاجه، لا انا بص للناحيه، انا مستفيد قد ايه؟ طب الفلوس دي، نعم، الامكانيات، ما هي الرياضه دلوقتي يعني بزنس، مش طبعا بس طبعا. هي اصبحت صناعه يعني. بالظبط، الله ينور عليك. فمحتاجه امكانيات، الامكانيات بتاعت النادي الاسماعيلي، هل الفلوس دي النادي الاسماعيلي محتاجها ولا مش محتاجها؟ اكيد محتاجها. بس طبعا طبعا بالفلوس دي انا اقدر اعمل اكتر من نجم يعني، اقدر اصنع، وخاصه ان الاسماعيليه مليانه مواهب. انما الامكانيات هتبقى مش موجوده، هتبقى مشكله. انما الامكانيات موجوده، لا انا هقدر اوصلك لمرحله معينه وتبقى نجم زي الراجل اللي مشي بالظبط. لكن جمهور، او زي ما حضرتك قلت، شعب الاسماعيليه الطبيعي ان هو بيحب ناديه، فما بيفكرش الا في مصلحه النادي. لكن بالزبط. مجلس الاداره هو يعني لازم بيبقى عقلاني اكتر يعني. طيب انتقل لوسط الملعب، خلاص للاربع مدافعين حارس المرمى، نتكلم في وسط الملعب الابرز هم اتنين بيلعب بيهم هيكتور كوبر، شايف مين الافضل الفتره حاليا؟ والله هو طبعا زي ما حضرتك قلت هم اتنين، طارق حامد والنني، دول اكتر اتنين. لكن السوليه ماشي بشكل هايل الفتره الاخيره، محمود عبد العزيز. المكان ده يمكن احنا جينا في فتره عانينا منه، لكن الحمد لله الفتره ديت او في الدوري ده الموسم ده بدا ناس كتير جدا تبقى مميزه في المركز ده. اعتقد برضو ان هم محتاجين فرصه، بس هل هو المشكله في الوقت؟ الوقت هيسعف مستر هيكتور كوبر ان هو يدي فرص لناس جديده.